السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مصادر إعلامية يعني محلية تاعنا هنايا، وين قال لك رايان شرقي لا يتأقلم مع مخططات منتهجة من طرف المدرب المنتخب الوطني الأول. كل شغل احنا عندنا خطة نلعبوا بها، احنا الخطة تاعنا كي ولات مكشوفة ولاو يعرفوها لي زافريكا، ولاو كانوا عندنا زوج خطط 4-1 4-1، وكانوا عندنا خطة فانيك 4-3-3 لعبنا بها كوب دافريكا هذيك، ولعبنا خطرة 4-1 4-1 لعبنا بها. كانوا عندنا زوج خطط من 2019 حتى اللي بدل الخطة، بدل الخطة كونتر الكاميرون 5-2-3 5-6-1-3 لعبنا ب6-1-3. روحوا شوفوا البارتية. حنا كل وين تكلمت وسائل إعلام محلية يعني أيضا خلال أشهر قليلة الماضية قرب التحاق النجم الصاعد لنادي أولمبيك ليو الفرنسي رايان شرقي بصفوف المنتخب الوطني الجزائري، وتضاعفت حدة الترشيحات بداية من الأسبوع الماضي بالقول أن رايان شرقي سيكون وفد المنتخب الجزائري في تربص شهر سبتمبر المقبل بعد اقتناعه بمشروع الناخب الوطني مع كتيبة محاربي الصحراء. وقالك باللي لونترينر راه تربع، والله ما هدر معاك كاع، ما هدرش معاك، دعايات كذب كذوب، ولا الكذب أكثر من الصح، والله لا ولاو مسيلمة الكذابين أكثر من الصح، ولا أكثر من الصح. وكشفت صاحبة يعني صاحبة الناطق وين نقولوا باللي ناطقة بالفرنسية مستجدات مخلفة تماما لكل ما تم تداوله منذ أسبوع الماضي بشأن قضية التحاق المرتقب للنجم الصاعد شرقي بصفوف المنتخب الوطني الجزائري. وقالت صحيفة في مقال على موقعها أن موهبة نادي أولمبيك ليون بعيد يعني بأميال عن انضمام إلى المنتخب الجزائري، وأن نسبة ارتدائه لقميص المنتخب بلده الأصل هي 0%. حنا نورمال، حنا إلا جا شحال عنده 18 عام، حنا كون راحو هضرو معاه، لا كيشوفو، حنا لا قاعدين من البعيد ويقول لك يعني التحاقه بمنتخب الوطني 0%. يا نتوما الصحافة تاعنا لي باج، مشي قلتو باللي المدرب اتصل به؟ يا قلتو لنا المدرب اتصل به؟ لا مشي قلتو لنا المدرب اتصل به؟ انتوما على حسابكم، انا شفتكم انتوما قلتوا عاجل المدرب يتصل بشرقي يقنعه بمشروعه. ونفى مصدر السابق تواصل المدرب كتيبة يعني وين الصحراء جمع بالماضي مع اللعاب نادي ليون الفرنسي رايان شرقي من اجل اقناعه باللعب للمنتخب الجزائري، واضاف يعني ان شرقي لا يتلائم مع مخططات الفنية للمنتخب الوطني بالماضي سواء على المدى القصير او المتوسط. بندبكا يجي في بندبكا خير، بندبكا خير، بندبكا احسن من بندبكا زروقي، قلت لك زرقان عبد القهار قادري، هذو احسن من شرقي، هادو احسن من شرقي على بالكم، ما تغلطوش، هادو احسن من شرقي. شرقي ما كان والو، شرقي كيما انا خرج مؤمن قال لكم اودي طوبه ما كان والو ضعيف منا بغى يحرقها للشعب. يا ودي انت يا تهدر عليه، فالشعب يعرف كرة قدم، الشعب يعرف كرة قدم، نهار البليده من الدوزيام ميتو والشعب يعيط على الطوبه، دخل طوبه وخرج عطال، دخل طوبه وخرج عطال، تم يبقى وقيل 10 دقائق لافا دخله. هاولي يا مالك اصاحبي، او الشعب يشكر القادم هاكو خرجته. يا ودي شوف ذيك البارتيه يومين فكرها، انا بقى مخلوع من ياه. وتهضروا نورمال عادي محسوب عادي باللي يا ودي لونترينير شرقي ما يدخلش في مخطط، احنا عندنا خطه، احنا اصلا ما عندناش خطه. روحوا شوفوا انتوما
بيت عارفوا بلي هنا عندنا خطه ولا ما عندناش. روحوا شوفوا كي لعبنا امام كوت ديفوار كوب دافريك، وروحوا زيدوا شوفوا كي لعبنا لا لي غادي في الكاميرون كي لعبنا، وزيدوا شوفوا هنا كي لعبنا. اذا لعبنا بخطه ما كاش خطه كاع خطه ما كاش، لعبنا بيدو خطه 3 ماتش توالا لعبنا بيدو خطه. تا مباراه مصيريه تخسر 3-0 و 3 و تجي تقول لي لعبت بخطه يا ودي، ماشي خطه ماشي ما بارتي هذيك اسوء يعني. ما نتوما تعرفوا بصح نتوما تعرفوا على بالك تا وليتو تعرفوا دخلنا في حيط. ويا رب الماضي ان شرقي مازال صغير في السن ولم يتواصل معه اطلاقا لانه لم يحصل على اي مؤشر من الاشخاص الذين تواصلوا مع شرقي ويكشف رغبه اللعاب في ارتداء الوان الخضر. يا ودي لا مواطن جزائري دار له ذاك الفيديو، يا انتو ما عندكم اتحاديه، انت مدرب انت روح اتصل به، انت اتصل به مشي وما يتصلوا بها. وين يرى المدرب الوطني انه يملك حاليا لاعبين جيدين ينشطون في منصب ذاته الذي يلعب فيه الجوهره الفريق ليون في شكل ادم والناس واللاعبين اخرين يجيدون التقديم ما يقدمه يعني في فوق ارضيه الميدان وفق المسار لنفسه. ورغم كل ما سلف ذكره وين ابقت صحيفه يعني بان اللعاب ريان شرقي في صفوف المنتخب الجزائري مفتوح، بما ان موقف اللعاب يمكن ان يتغير بفعل مستجدات تتحدث وين تحدث معه خلال الايام او السنوات المقبله. او انت مدرب تجيبه، انت تحوس عليه باللي ما يدخل لك زروك ويدخل لك ولا ما يدخل لك، تروح جيبه وخليه يدخل لك، انت جيب لعاب وخليه يدخل لك ما يدخلش، المهم دخله دخلوا يلعب نبغى في 10 دقائق التاليه وخليه منا على عامين ثلاثه كيما بن ناصر جابوا له 18 عام لعبنا ثم نسيتوه وكنسيتوه. ما قال لك لي كان يلعب وشكون كان ماجر يلعبه، واحد يهدر صح ماجر هو اللي كان يلعبه، ماجر كان يلعب اللعب. عليك نقولوا اليوم باللي يا ودي خاصنا على وليت الفيديو اللي فات قلت لكم على الاقل خاصنا 50 الاقل يكون عندنا 50 لعاب. نتايا شرقي ما تحتاجوش في مباراه في خطه عند سواديزون تقول باللي خطه سواديزون قولوا خطه بصح يا سي جمال الماضي تحتاجوا في خطه واحده اخرى، تحتاجوا في لعبه. ما تقولش باللي عندي ادم الوناس، ادم الوناس يعني شاهدنا معظم الموسم تاعو تصيبو مبليسي في لي زونتيرمو، تنسمعوا باللي تبليسا في لي زونتيرمو. جيب اللعابه ما تبلعش عليه بالاخر بادم الوناس، كيما بيتبلعوا على واحد بيتبلعوا على لعاب بيجيبوا ذاك عبد الرحمن تاع لاسويس، لاسويس كيما قال لك بالشيخ تاع الشيكولا تجي تجيب لي لعابه انا نجيب الصحه، جيب مستوى الاول لا جيبوه، جيبوا مستوى الاول لا يعني ما فهمناكم. جيبوا لنا اللعابه، جيبوا لنا اللعابه برحمه الوالدين، برحمه الوالدين جيبوا لنا اللعابه. ما نبغيش نسمع هذه الهضره تاع لا وما يجيش في الموسم ما يجيش في الخطه تاعي ما يدخلش، كيما كنتوا تهضروا على هضرتوا على كيسموه على طوبة ما قنعكش، العروسي ما يقنعكش الاخر ها بزاف، من بعد تخرجوا تعايروهم. جيبوا لنا اللعابه، جيبوا لنا اللعابه والله العظيم جيبوا لنا اللعابه برحمه الوالدين، جيبوا لنا اللعابه غير يشوفوا لعابه. كون جاو عندك لعابه ما تخافش من البرازيل، كون جاو عندك لعابه ما تخافش من البرازيل، هي ماشي قضيه تاع اللعابه، قضيه نتايا خفت، نتا خفت من البرازيل، نتا ما عندكش الشجاعه باش تقابل البرازيل، ما عندكش فكر باش تقابل في البرازيل. نقولها لك ديريكت، انا نقول لك وعجبتكم ولا والناس تكذب يقولوا لكم باللي 2 ملايين دولار، شكل الناس هي تدي 6 ملايير في الشهر. قال لك الجزائر دير بركاو 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 6 ملايين في الشهر، 90 مليار كنا شاريين من 2019 لليوم الدراهم اللي خسروهم على ذا البوله، كنا شاريين 4 طيارات تاع الاطفاء، 4 طائرات تاع اطفاء. معليش.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، وربي يحفظكم ان شاء الله، بتعكي معك كل خطأ يوصلكم جديد ان شاء الله، بربي ساعدكم.